السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حرام اللهم رب هذه التعامل إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أنعم الله جل وعلا علينا بنعم عظيمة ومنن كبيرة لا تعد ولا تحصى وهذه النعم عباد الله كلها ترجع إلى نعمتين اثنتين إما نعمة دينية وإما نعمة دنيوية وأعظم ما امتن الله جل وعلا به علينا جميعا نعمة الدين هذا الدين
الذي ارتضى ربنا جل وعلا ورضي لنا أن ندين له به. هذا الدين معاشر المسلمين هو الذي أرسل الله جل وعلا من أجله أفضل رسله وأنزل عليه أفضل كتبه. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظم هذه النعمة التي أكرمنا بها ربنا جل وعلا، ما أعظم هذه المنة التي امتن علينا ربنا سبحانه وتعالى فجعلنا من أهل هذا الدين الذي ختم به تلكم الأديان كلها، والذي من أجله أرسل أفضل رسله وأنزل عليه أفضل كتبه. عباد الله، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، قال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فذكر له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها يوم عرفة في عشيتها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد هذا اليوم إلا 3 أشهر و3 أيام. فهذه الآية من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين عباد الله يجب على الواحد منا أن يعرف قدر هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا به عليه، وأن يعمل جاهدا في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها من أجل الثبات عليه، حتى يتوفاه ربه تبارك وتعالى عليه. فإن من مات على الإسلام فإنه من أهل الجنة، تلكم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيام وليالي يعيشها المرء في هذه الحياة، فعليه أن يتمسك بهذا الدين وأن يلتزم بما جاء فيه من أمر رب العالمين وبما جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطرا فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. صح عن نبيكم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنهم قالوا: مثلكم
أجراك فقال من يعمل لي من قدوة إلى نصف النهار أنا ميرا فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراء فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء نعم عباد الله هذا فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم أقل عملا وأكثر أجرا فما أعظم ما نحن فيه من خير وما أعظم ما نحن فيه من نعمة وما أعظم ما نحن فيه من فضل وما على الواحد منا معاشر المسلمين إلا وما على الواحد منا معاشر المسلمين إلا التمسك بهذا الدين القويم التمسك بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمر الواحد منا يومه وليلته يعمر الواحد منا ثوانيه ودقائقه وساعاته يعمرها بهذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا ليحيا به قلب المرء وليسعد به في هذه الحياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الحياة الطيبة وهذا طريقها وهذا سبيلها فما على الواحد منا إلا السعي في هذا الفضل العظيم ألا صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء نبيك الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن الصحابة الكرام وارض عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين يا ربنا يا مولانا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم سددهما في أقوالهما وأعمالهما اللهم ارزقهما القرانة الصالحة الناصحة يا ربنا يا مولانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأمام والغنى اللهم إنا نسألك أن تعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما نسألك يا الله من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ممن مات على الإسلام يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح أزواجنا وذريتنا يا رب العالمين اللهم اربط على قلوب جنودنا المواسم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم نصرا عزيزا معزرا اللهم اشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا ربنا يا مولانا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن